سادة الضيوف الكرام وأيضا أسرة الجامعة، هذه الندوة تأتي انسجاما مع فلسفة ورؤية هذه الجامعة. هذه الجامعة عندما تأسست سنة 2007 كان المؤسسين لها هم أولئك المجموعة من أعضاء التدريس اللي كانوا راغبين في إحداث تغيير حقيقي. العالم يتطور من حولنا، واللحاق بهذا العالم يحتاج إلى بذل جهود كثيرة. هذه التي عبر عنها الدكتور عمر بأنها فجوة، هوة كبيرة، شازم، يعني مش بس يعني تخلف محدود. هذه تطلبت أن يكون هناك فعلاً يعني في مؤسساتنا العلمية والأكاديمية دور مهم، سواء كان في نقل المعرفة وتوطينها أو في بناء القدرات، وأن تكون بيوت خبرة. عندما للأسف الشديد يعني وجدنا عوائق كثيرة أمامنا في القطاع العام، نتذكر جيداً يعني الفريق اللي عمل معي في لما كنت في كلية الطب، وبعدها لما كنا في جامعة قريونس، يعني في تلك الفترة وجدنا أن هناك مقاومة للتغيير، وهذه طبيعية، يعني ليست محدودة مقتصرة على الليبيين، ولكنها يعني بشكل عام القدرة على التغلب على هذه المقاومة ربما هو الهاجس الأكبر لدى الأكاديميين ومن يريد إحداث التغيير والتطور. كذلك عدم وجود استقلالية، ويعني جوانب أخرى منها عدم استقرار إداري، وعدد الطلاب اللي يفوق يعني عددهم السعة الاستيعابية للجامعة، هذا كله أثر على جودة المخرجات وعلى قدراتها. فكان في 2007 اللجوء إلى أن يكون هناك الجامعة الليبية الدولية في ذاك الوقت كان هو ردة فعل، وعدم شعور بالإحباط والرغبة في إحداث التغيير الذي ننشد. وهذه الفلسفة اللي قلت لكم احنا سعداء جدا بهذا اللقاء اليوم، مبنية على أساس أن المؤسسات الأكاديمية لابد أن تطلع بدورها ومهامها على أكمل وجه في إحداث التغيير الحقيقي اللي تحتاج التنمية واحتاج المجتمع وينقلنا إلى العالم الذي نعيشه الآن. احنا كنا نقول عند البداية لما بدأنا بأن الطلاب الجالسين، وهذه ما زالت يعني مسألة قائمة، الطلاب الجالسين على مقاعد الدراسة الآن متوقع لهم أن يعملوا 40 سنة القادمة. هذه 40 سنة مختلفة تماماً على ما تعودنا عليه. عندما نصر على أن ندرسهم ونعلمهم بنفس الكيفية وبنفس المناهج وبنفس التخصصات التي تعودنا عليها من الستينات والسبعينات، نكون قد حكمنا عليهم بالفشل. ليس فقط في الكارير يعني لكل منهم، ولكن للبلد. لابد من أن يكون هناك فعلا تطور يواكب الحداثة، يواكب ما يحدث. نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، نعيش عصر الكوانتم كومبيوتينج، نعيش عصر التقنية المعلومات، نعيش عصر الثورة الصناعية الخامسة. لا يمكن الاستمرار بأن نكون مثالنا مثال. وللأسف الشديد يعني أكون صريح معكم بأن الأمل في أن يكون هذا التغيير حقيقي ما لم يحدث في داخل كل عضو هيئة التدريس وكل أكاديمي وكل مسؤول في الجانب العلمي. هناك كثير من الوظائف التي اختفت وأخرى التي متوقع لها أن تختفي. هناك كثير من الوظائف الأخرى التي تحتاجها التنمية، يحتاجها سوق العمل، وغير موجودة. هناك كثير من التخصصات والمهام التي يحتاجها المستقبل، يعني سوق العمل الآن ما هو جاهز لاستقبالها في الوقت الحالي، ولكن المستقبل يحتاجها. وبالتالي احنا في الجامعات لا يجب ان نكون يعني رهينة لواقع لا يمكننا معه ان نحدث التغيير الذي يجب ان يكون.
هذا دور ومسؤولية الجامعات. أنا أتذكر جيداً كلمة أستاذ العلوم السياسية من جامعة هارفارد لما كنا نتحدث على في 2006 لما كنت في زيارة هناك، كنا نتحدث على الانداونمنت اللي هو الوقف التبرعات بتاع الناس لجامعة هارفارد في تلك السنة اللي وصلت إلى مليار دولار. قال لي وبصريح العبارة، قال: نحن في الولايات المتحدة الأمريكية في قمة العالم وسنبقى لأن شعبنا يحب العلم والتعلم. قال أي مواطن لما يفكر في كتابة الوصية بتاعه قبل يفكر في أولاده يفكر في جامعته. ولذلك أنا دائما أقول بأن التبرع يعني سيتغير واقع هذه الأمة عندما يكون التبرع للجامعة أولى من الجامع. لما تتغير هذه العقلية، لما يصبح هذا الهاجس لدينا في أن احنا نحدث التغيير في هذا الواقع اللي احنا عايشينه لكي نلحق. نحن ما نبوش راو يعني نسبق الآخرين، نحن بس يا ريت نسد هذه الفجوة وان احنا نقلل. احنا في الجامعة يعني اشتغلنا على استحداث تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع ويحتاجها المستقبل، وبدأنا فيها وبدأنا في مخرجات روعية في المناهج بأنها تكون متوافقة مع متطلبات المهنة، تكون بتصميم يشارك فيه أصحاب المصلحة، من هم سيكونوا يعني يمثلوا سوق العمل. في كل البرامج اللي احنا اعتمدناها تم تغيير استراتيجية التعلم من التعلم التلقين والتحفيظ إلى التعلم الذاتي المرشد، وإلى أن يكون الطالب محور العملية التعليمية. بدأنا في التفكير في أن يكون إعداد الخريج ليس فقط من ناحية أكاديمية وعلمية ومن ناحية علوم، ولكن أيضاً تهيئة في طرق التفكير والتفكير الناقد وكيف أنه يكون مساهم في المجتمع ومتطوع ومتبرع. واجهتنا صعوبات من بينها، نعطيكم على سبيل المثال، لما يعني اقتنعنا تماماً بأن تخصص الهيلث انفورماتكس هو مطلوب جداً ويحتاجه المستقبل. صحيح مستشفياتنا غير جاهزة إلى أنها لأنها مازال ما تستخدمش في الميكنة ومازال متخلفة، والملفات اللي تكتب بخط اليد واللي عادة ما تضيع وتصبح غير متاحة عندما يتم الاحتياج لها. احنا كنا مدركين بأن هذا التغيير ده. بدأنا نخرج في مخرجات مؤهلة أنها تتولى هذه المهمة، لم تجد لها مكان في سوق العمل لأن المستشفيات غير جاهزة لإحداث هذا التغيير، ولكننا مصرين على أن نبقى يعني مبادرين. لما بدأنا في تغيير مناهج الصيدلة وطرق التدريس فيها وأيضا التخصص الصيدلة إلى الفارم دي بروجرام، وهذا التطور اللي صار في العالم الآن الكل بدأ يتغير في هذا الاتجاه. دي بروجرام رغم أننا لم يكن لدينا متخصصين في هذا الجانب، واستعنا بمستشارين دوليين واستطعنا أن ننشئ هذا التخصص وأن يبدأ هذه المخرجات. بالرغم من أن في المستشفيات لا زالت الكادر ما هوش مواكب لدير، لكنها أحدثت فارق، ومتأكدين من أن هذا الفارق سيستمر إلى أن يكون هناك فعلا تطور في مستوى الخدمات الصحية في بلادنا. كل برامجنا اعتمدت محليا لأن طبقنا المعايير الدولية، وهذا سبب التسمية في البداية أن تسمى الجامعة الليبية الدولية. هذه المعايير مكنتنا من أن احنا ليس فقط الاعتماد المحلي ولكن أيضا الاعتماد الدولي، وكل برامجنا يعني بدأت في أنها تتحصل على الأيام الماضية كان اعتماد الفارم دي من هيئة الاعتماد الأمريكية، قبلها للأسنان من هيئة الاعتماد الكندية، اللي قبلها كان الطب من World Federation of Medical Education الاعتماد الدولي على مستوى العالم. هذا التوجه يعطينا الثقة في أنفسنا بأن احنا قادرين على إحداث التغيير. وبالتالي أنا نقول راهو بالرغم من أن الدولة لم تساهم معنا في شيء، لازلنا نقول بأن لا نريد دعما ولكن فقط كفوا أذاكم عنا. احنا شاعرين بأهمية هذا الدور
وبمسؤوليتنا تجاه وطننا، ولا بد من إحداث التغيير. ما نحن بصدده اليوم أمر في غاية الأهمية. هناك احتياج وهناك تقنيات حديثة متطورة، مؤسساتنا بعيدة عنها، لابد من أن نؤهل الكوادر التي تكون قادرة على أن تساهم في التقنيات المساحية الرقمية وأن تكون في التصوير الجوي أيضا الاستشعار عن بعد والمساهمة في تخصصات جديدة. لعل البداية ستكون من خلال في بعض التخصصات من خلال برامج دراسات عليا، ولكن هناك أيضا حاجة إلى تطوير دراسات جامعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المستقبل. هذه مسؤوليتنا. احنا ندرك تماما الآن بأن الجامعات الليبية تحتوي على ما يزيد عن 500,000 طالب، وربما يقل أو يزيد. مخرجات للأسف الشديد في معظمها في تخصصات ليست ذات أهمية. احنا نطلق هذا النداء من هذه الجامعة ومن هذه الندوة بأن التغيير حتمي وضروري ومستعجل، لابد أن يحدث اليوم قبل غدا. وأعتقد بأن الرسالة أصبحت loud and clear، واضحة وعالية، والكل يعني من يغفل عنها ومن يتغافل عنها هو مثال تلك النعامة التي تغرس رأسها في الرمال لكي لا تدرك الخطر المحدق بها. أحييكم مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق، وأنا جد شاكر للدكتور أسامة الشريف ولزملائه اللي تبنوا هذا الموضوع ولجأوا إلى الجامعة الدولية. ونحن نقول بأن احنا نؤكد بأننا سنكون شريك فاعل وقادر على المساهمة بكل ما نمتلك من قدرات وإمكانيات من أجل إقامة مثل هذه التخصصات اللي يحتاجها وطننا ويحتاجها مستقبل أولادنا ومستقبل الوطن. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.